neuronal migration disorders أو the disorders of cortical formation. ويفهم من اسم المحاضرة كده إن هو المشكلة دي موجودة في الكورتكس of the brain. وقبل الـ MR ما كانش معروف حاجة خالص عن الكلام دوت إلا يعني حاجات طفيفة جدا وتذكر على استحياء في الكتب، لكن بعد الـ MR الموضوع بقى فيه استفاضة كبيرة جدا وأسامي كتيرة وطلع منه تفريعات وكده اللي احنا عاوزين نقولها دلوقتي. الـ formation of the cortex بيتعمل بالطريقة ديت، إما النيورونز اللي هي بتعمل الكورتكس اوف ذا برين بتطلع من الجدار بتاع الفنتركل وبعدين تمشي على حاجه اسمها ذا راديال فايبرز وتفضل ماشيه 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 لحد لما توصل الى الكورتكس اوف ذا برين. فاحنا ال disorder of this cortical formation منصب في ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه هي تكوين الخلايا نفسها، المرحلة الثانية في العبور بتاعها إلى مكان الكورتكس، المرحلة الثالثة في الترتيب بتاعها لما توصل إلى الكورتكس. فلو حصل مشكلة هنا هيحصل ديزيزز معينة، لو حصل مشكلة هنا هيحصل ديزيزز معينة، لو حصل هنا هيحصل حاجات تانية. فهم عندنا المشاكل أصلا اللي ممكن تعمل ده كلهم متشابهين، زي الانفكشن وزي الميتابوليك ديس اوردرز والاسكيميا والجينيتيك كروموسومال ابنورماليتيز. كل دوت ممكن يعوق اي حاجه من الحاجات دي، يا اما الفورميشن يا اما المايجريشن يا اما الاورجنايزيشن. فورميشن اوف ذا سيلز او مايجريشن اوف ذا سيلز او اورجنايزيشن اوف ذا سيلز. بغض النظر عن الديس اوردر ايه هو واللي نتج عنه ايه هو، كل الناس مشتركه في الكلينيكال بتاعها. معظم الناس ديت بتشتكي من سيزرز، يعني عندها ايبليبسي وعندها ديفلوبمنتال ديلي وجايز يكون عندها منتال ريتارديشن. السيمتوم الشهير جدا 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 في الموضوع ده هو الايبليبسي. وعشان كده انا دايما بقول للجماعه اللي عندنا انك انت لما يجي لك واحد عنده ايبليبسي وهو طفل تبتدي تدور على نيورونال مايجريشن الاول اذا كنت عاوز يعني تلقطها، وبعدين لو ما لقيتش حاجه تبتدي تشوف بقى بقيه الحاجات التانيه اللي بتعمل الابلبس. لكن احنا يعني هنقول دلوقتي على الحاجات ديت اللي هي نمره واحد disorders of proliferation of the cells, disorder of migration of the cells, disorder of organization of the cells، اللي هي لما بالرغم تخطط العقبه دي والعقبه دي وصلت هنا ما عرفتش تترتب كويس هينتج عن كده ايه. اول حاجه abnormal proliferation، يعني السيلز ديت بروليفريتد بعدد كبير جدا جدا اكتر من الطبيعي، فهتعمل حاجه يا اما تضخم في الحته اللي هي كبرت فيها اللي هو اسمه هيمي ميجالينكيفال، او حاجه اسمها كورتيكال ديسبليزيا، او تؤدي الى وجود اورام، والاورام ديت كونجينيتال تيومرز اللي هم الاثنين المشهورين قوي، واحد اسمه جانجليوبلايوما، واحد اسمه ديس امبيريوبلاستيك نيوروبيثيليال تيومر. بغض النظر عن الاسامي لكن هنا بروليفريشن كتير 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 بيعمل الحاجات ديت. الحاجات دي بتبان ازاي في الاشعه؟ اول واحد فيهم هيمي ميجالينكيفالي، يعني معناها ان البرين نصه كبير ونصه الثاني طبيعي. طيب احنا لما نبص على الصور بتاعت البرين ممكن اي حد يعتقد ان ده البرين الطبيعي وده برين كشش في نفسه، فلازم يكون عندنا كريتيريا بتعرفنا مين فيهم النورمال ومين فيهم الابنورمال. الحكايه ديت از هامارتوماتس، ما هياش تيومرز. الهيمي ميجالين كيفالي از هامارتوماتس اوفر جروس غالبا اوف ذا هيمسفير، وقد يكون جزء منها بس هو اللي افكتد. فاحنا عندنا علامه قويه جدا على الهيمي ميجالينكيفالي. اولا الهيمسفير لما تكبر الفنتركل بتاعها كمان يكبر، ده شيء طبيعي. والفنتركل لما يكبر بتاع الهيمسفير الميجالينكيفاليك تلاقي الفرونتال هورن بتاعه بدل ما هو باصص لاترال زي دوت كده بيبص لقدام، بيسموه ستريتنينج اوف ذا فرونتال هورن. يعني الفرونتال هورن من عامل كده بيبقى عامل كده. And this is one of the common signs seen in the hemi ميجالينكيفالي. فلو انت جيت بصيت هنا هذه this is hemisphere is good، والهيمسفير دي الفنتركل بتاعها كبير جدا
والفرونتال هورن بتاعه باصص لقدام. Then you suspect that this is him المجال الكفلي. وهتلاحظ بقى بعد كده ان الكورتيكال سلساي هنا قليله وان البرين از سوولينج كومبيرد للناحيه الثانيه، زائد بقى ان في الهيمسفير العاديه يو كان سي ذا جراي وايت ماتر انترفيس واضحين هما الاثنين ببعض، هنا لا هتلاقي الدنيا سايحه على بعضها and loss of differentiation between the gray and the white matter. And this is MRI and you see this is the hemimegaline كفالك هيمسفير اللي هي في الغالب بتكون على الناحيه اليمين، ما يمنعش يكون على الناحيه الشمال. The ventricle is enlarged. The white matter is abnormal وفيها abnormal high signal. And the frontal horn is straightened out باصص لقدام بدل ما هو يكون باصص على الجنب. يبقى the hemisphere is large. The lateral ventricle بتاعها is large. The السلساي والكايراي كبار وقليلين. الكالفيريوم اللي على نفس الناحية ممكن يكون تخين. And the contralateral displacement of the falx اللي هي عشان دي هيمسفير كويسة فالفالx بتبقى eccentric in position. وفي بعض الأحيان تلاقي white matter calcification. And this is also and you can see the الهيمسفير والفرونتال هورن باصص لقدام والهيمسفير أكبر والفنتركل بتاعها أكبر. لازم نبقى عارفين إن في الاخر خالص الديسوردرز دولت هيبقوا حوالي 12 واحد، اي واحد يبقى موجود ممكن قرايبه كلهم يبقوا موجودين معاه او جزء منهم يبقى موجودين معاه زي ما هنقول بعد كده. يعني مثلا اللي هي الحاجات بتاعت البولي مايكرو جايرا والايجا كل ده هقوله لك بالظبط ممكن يكونوا موجودين في هذا الديسوردر. Then by CT انت شايف طبعا CT كان حاجات يعني تشبه عليها بصعوبة شديدة. You see that the right hemisphere is enlarged and the ventricle is dilated and the frontal horn is straightened and there is disturbance of the gray white matter interface. Then the cortical sulci are few and the gyri are thickened. يبقى انت بتتعامل مع hemimegaline encephaly. And this is hemimegaline encephaly on the left side. And you see the ventricle is large, the frontal horn is straightened, and there is disturbance of the cortical sulci and the gray matter, زي ما احنا شايفين. This hemimegaline encephaly ممكن يكون focal، يعني يجي مثلا في الفرونتال لوب لوحده او يجي في الاوكسيبيتال لوب لوحده. لو جه في الفرونتال لوب هيبقى الفنتركل برضه straightened نفس الحكايه. And you can easily compare the frontal lobe الناحيه دي بالفرونتال لوب الناحيه دي. هنا هوت في سلكس واحد بس او اثنين بالكثير، لكن هنا في مالتيبل كورتيكال سلساي ان ذا كورتكس از سين كويس، وهنا في اب نورمال سيجنال ان ذا وايت ماتر، وهنا هوت لا. Then you can appreciate ان ذيس از ذا ميجالين انكيفالي، ان حتى لو بصيت هنا هتلاقي المسافه ما بين كل سلكس والثاني كبيره جدا. كون ان الجايراي تخينه كده وكبيره دوت اسمه باكي جايرا اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه. Then you see the abnormalities in the white matter in the T2-weighted image. يبقى عرفنا ان الميجالين كيفالي ممكن يكون واخد الهيمسفير كلها which is common، ممكن this common يكون واخد لوب of the hemisphere. النوع الثاني بتاع البروفريشن اسمه كورتيكال ديسبليزيا، وده معناها ان النيورونز ار ارينجد ان فوكال اريا of abnormal signal. وعندنا انواع مختلفه بس انت ما تشغلش بالك بالموضوع ده. الكورتيكال ديسبليزيا يا جماعه كتير جدا بتعدي على اجدع واحد في النيورو راديولوجي، وبالتالي انت عشان تلقط كل الحاجات اللي انا بقولها لازم موضوع الابيليبس ده يكون في دماغك. لان if you are confronted by a pediatric patient وعنده ابيليبسي دايما تطلع النيورونال مايجريشن ده في الفرونتال لوب بتاعك وبعدين تبتدي تدور عليهم. الاريا اوف كورتيكال ديسبليزيا معناها الكورتكس كويسه جدا ما فيهاش اي مشاكل خالص، ولكن عندها ابنورمال اريا اوف ابنورمال سيجنال، والسيجنال دوت بيتشاف كويس قوي في التي 2 والفلير وبيبقى مبيض كده، وفي التي 1 بيبقى مسود شويه. And this is not a tumor لان السلكس ماشي جواه. التيومر طبعا بيمسح السلساي والجايراي وكله. And this is not an infarction لنفس السبب برضه، ان السلكس ماشي جواه. And this is not a vascular territory مش بتاعت فيسل معين بعين. Then if you look carefully here and you see this area in the frontal cortex in the parasagittal area فيها abnormal signal.
And you see here, this is abnormal signal in the FLIR and in the T2 weighted image. ومش عاملة بس إفكت ومش زقة الفلكس على ناحية وكل الكلام ده كله. And this is not a site of an infarction. وده مش الإيج برضو بتاع الإنفاركشن. عشان كده احنا دايما يثينك كويس قوي في الموضوع ده, بس يكون عندك good clinical support. The cortical dysplasia is not actually well seen in the T1 weighted image, ولكنها بتتشاف كويس in the T2 weighted image. And you know, لو انت حقنت صبغة, طبعا مش هتاخد صبغة. This is cortex dysplastic, يعني مترتبة غلط. وهتلاقي في معظم الأحيان the satsai are running through the affected area. There is no mass effect and there is no contrast enhancement. And you see here, this is a cortical dysplasia. طبعا بالCT مشكلة رهيبة جدا. And by MRI, and you see the lesion is in the region of the insula. وفي في الفلير زي ما انت شايف كده, and you see this area. ممكن في بعض الأحيان مثلا واحد عنده 5 سنين ومفيش مانع أبدا إن هو يجيله انفاركشن. مفيش مانع أبدا. And this area is the territory of the middle cerebral artery. ولكن في معظم الناس اللي عندهم infarction بيكون عندهم motor deficiency أو neurological deficiency تتناسب مع الانفاركشن, ما بيكونش عندهم seizures. Then if you are confronted by this, يبقى تفكر في cortical dysplasia أكثر. لو أنت عملت diffusion weighted images, الانفاركشن الجديد بيكون فيه restricted diffusion وcortical dysplasia لا. Then بعد كده the tumors اللي هي ممكن تطلع, قلنا في 2, واحد اسمه this imperioblastic epithelial tumor والثاني اسمه ganglio glioma. التيومرز ديت بتطلع والواحد صغير وبعدين يجي complain of epilepsy وممكن يكبر وهو عنده التيومر ده, and you see it in an old age. فلو انت يعني تلاقيه مثلا سن 30 او 20 او كده التيومر ده, احسن علامه على الاطلاق تلقط بيها الليجن دوت دون اي حاجه ثانيه هي السكالوبنج اوف ذا كالفيري. This lesion طلع والواحد صغير قوي وهو از بيناين ليجن, ما هوش اجريسيف ولا عنده مالجنال كاركترز, وبيكبر بالراحه 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 ويحفر في الجمجمه من جوه. And this is the best way to predict this lesion في العيانين اللي عندهم epilepsy. This lesion is زي ما بيقولوا كده مرحلة متوسطة ما بين الكورتيكال ديسبليزيا وما بين التيومر الحقيقي اللي هو بقى الجليومز والحاجات اللي زي كده. And this tumor is cortical, زي ما احنا عايزين كل المشاكل في الكورتكس, وان هو بيحفر فيه او بيعمل كارفيريال ريموديلنج في الناس دولت, ما عندوش كالسيوم, ما عندوش اديمه, ما عندوش انهانسمنت. عشان كده معظم الناس بتغلط فيه وتفتكر ان هو انفاركشن, لكن دايما يو ثينك ان الانفاركشن لازم يكون ليه تريتري ولازم يكون ليه شكل ولازم يكون ليه كلينيكال مانيفستيشن. Then if you look here and this is T2 and this is flare. And if you شايف انت الكالفيريال ريموديلنج دوت من الحاجات القويه جدا في صالح الكونجنتال برين تيومر. The gyri are swollen, the bubbly cystic appearance of the lesion, تحس ان هو مبقلب كده, maybe wedge shape pointing to the ventricle, يشبه قوي الانفاركشن, لكن مفيش enhancement and sometimes is associated with the cortical dysplasia. And this is the lesion. في الCT ممكن تحس ان هو قريب جدا من الانفاركشن, واحد عنده 14 سنة. Then if you look in the MRI, and this is good for the diagnosis of this tumor اللي هو this imperioblastic outdelit زي ما بيسموه neuroepithelial tumor. التاني زيه بالظبط بيعمل calvarial remodeling بس فيه كالسيوم. وانت عارف ان الكالسيوم في specific cubine lesion في التيومر معناه oligodendroglioma most likely, وعشان كده دايما هو يتلخبط قوي قوي في الاوليجودندروجليوم, لانه ممكن يتشاف. طبعا الاوليجو ممكن تتشاف في السن ده او في السن الكبير, ولو حقنت الاوليجودندروجليوما ممكن تاخد شويه صبغه وكذلك التيومر دوت. عشان كده الفرق الوحيد تقريبا ما بين الاثنين دولت هو this appearance, the carvarial remodeling. الاوليجودندروجليوما بتطلع inside the brain ما بتحفرش في الجمجمه, لكن this is a congenital tumor بيطلع في الكورتكس وعشان كده بيحفر في عظم الجمجمه.
And if you look in this MRI T1 weighted image, and you see calvarian remodeling, and in the T2 weighted image, and you see this typical appearance of calvarian remodeling. And after contrast injection, and you got enhancement, وانت عارف ان الام ار از ريلاتيفلي ويك فور ديتكشن اوف كالسيوم. وعشان كده لو انت شفت الحكايه ديت ان يو ثينك اوف جليوما اللي هي بقى مثلا جلايوبلاستوما او كده، لكن يو ريمبر ان موضوع الريموتنج دوت في صالح الكونجنتال تيومر. يبقى لو حصل ديس اوردرز في البروفريشن بيحصل حاجتين، يا اما هيمي ميجال انكيفالي ديفيوز او فوكل، يا اما كونجنتال تيومرز اللي هم دينت او نيجي بعد كده disorders of migration. السيلز طلعت كويس قوي وبعدين هتمشي على الراديال فايبرز، فجت حاجه كسرت الراديال فايبرز فبقت ما بقاش في طريق تمشي عليه، فهيحصل حاجه من ثلاث حاجات: يا تستنى في مكانها، يا تستنى في النص، يا اما شويه يمايجريت وشويه يستنى في النص، على حسب الديس اوردر والسيفيريتي بتاعته وكل حاجه. فاحنا عندنا ايه اللي بيعمل كده؟ هم الاسباب، اسكيميا مش عارف ايه الكلام ده. كون ان الكورتكس مش موجوده في مكانها اسمه هيتيروتوبيا، جراي ماتر هيتيروتوبيا، كورتكس هي الجراي ماتر. فلو كانت فضلت في الجدار بتاع الفنتركل هيبقى اسمها سب ايفنجايمال هيتيروتوبيا، لو فضلت في النص هيبقى اسمها فوكال هيتيروتوبيا، لو وصلت لقرب الكورتكس واستنت هيبقى اسمها دبل كورتكس زي ما هوري لك دلوقتي. ادي مثال، احنا عندنا دلوقتي النيورونز بتمايجريت من جدار الفنتريكل عشان تمشي 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 توصل للكورتكس، خلاص؟ في شويه وصلوا للكورتكس وشويه ما عرفوش يوصلوا. فهيعملوا كورتكس تحت الكورتكس، صح ولا ايه؟ عشان كده اسمه دبل كورتكس اللي هو البتاع دوت، ممكن تسميه باند هيتيروتوبيا او تسميه دبل كورتكس، فتلاقي في كورتكس وبعدين وايت ماتر وبعدين في كورتكس ثانيه وبعدين في وايت ماتر وبعدين الفنتريك. وساعات بقى تلاقي ايه ثلاثه كورتكس، واحده وبعدين وايت ماتر وبعدين واحده ثانيه وايت ماتر وبعدين واحده ثالثه وايت ماتر وهكذا. يبقى دوت اسمه ايه؟ باند هيتيروتوبيا او دبل كورتكس اللي هي ديت كده. And this is the MRI and this is the gross specimen. في الـ MRI you see cortex اللي هي اللي أنا بشاور عليها شبه الكورتكس اللي بره، ولكن في مسافة ما بينهم of white matter وبعدين cortex ثانية وبعدين white matter وبعدين الـ vertex. And this is known as double cortex أو band heterotopy. والباند على فكرة بتتشاف كويس، ولو أنت كتبت على الإنترنت أنا I see in the clinical practice حالات، ولو كتبت هتشوف حالات كتير جدا. انت طبعا بتعرف الحاله اذا كانت رير قوي او كده من الريسبونس بتاع السيرش عندك على النت. ساعات تكتب حاجه وبعدين ما تلاقيش اجابه او تلاقي شتيمه، معنى كده ان ديس حاجه انت يعني ايه بتفننها من دماغك. انا قبل ما اسافر على طول بيوم عندنا ناس بتكتب في التقارير حاجه اسمها انيولر ريلاكسيشن بالنسبه للديسك، وكل لما اشوفها اشطبها علشان ما تعجبنيش. وبعدين قلت طب ما انا اشوف ايه هي على الانترنت علشان خاطر ايه يمكن هم مظلومين. كتبت طلع لي طبعا شتيمه كتير قوي، مفيش حاجه اسمها انيولار ريلاكسيشن، وطلع لي بقى ايكوكارديوجرافي ومش عارف ايه حاجات عشان تسكت يعني وخلاص. لكن اذا انت عارف حاجه وعاوز تعرف مدى قوتها ومدى وجودها وكده بتكتب. تلاقي لك حاله تعرف ان ذس از اكستريملي ريت، تلاقي لك 20,000 حاله تعرف ان ده حاجه معروفه جدا وبتتشاف كل شويه. ده من الحاجات اللي بتتشاف كل شويه، ذس از ذا كورتكس اللي هي محوطه الفنتريكلز، وايت ماتر من بره، وايت ماتر من جوه، وكورتكس من بره. يبقى ده اللي هو بيسموه باند هيتيروتوبيا. وده اللي انا قلت لك عليه انك ممكن تلاقي اكتر من كورتكس، يعني تلاقي واحده بره وبعدين واحده وبعدين واحده، ان يو سي هنا اهوت واحده هنا واحده هنا واحده كمان تحتها. ده ممكن يكون كده اكتر من باند هيتيروتوب. And this is also an example and you see the cortex اللي هي محوطه الفنتركل دي، وفي وايت ماتر هنا ووايت ماتر هنا وكورتكس تاني من بره. And you know ان الكورتكس لون الكورتكس في كل البالس سيكونسز، فلو الكورتكس هنا هو سودا دي هتبقى سودا، ولو الكورتكس بيضاء دي هتبقى بيضاء، نفس الحكايه نفس الابيرنس اوف ذا كورتكس.
واحد تاني بقى ان اسمه لايسين كيفالي او اي جايرات، ما حصلش جايراي خالص على السيرفس اوف ذا برين، وبعض الناس بتسميه ذا سموز برين. تلاقي السيرفس اوف ذا برين ما فيهوش ريحه الصلصال. هني اونلي سي بس السيلفيان فيشر، ويكون السيلفيان فيشر قصير ومور فيرتيكال، فبيخلي البرين عامل زي الاور جلاس، زي الثمانيه اللي بالانجليزي. Then you see كرومبا من فوق وكرومبا من تحت وكونستريكشن في النص. And this is the lysine cephaly اللي هو you don't see صلصال. شايف انت الكورتكس تخن ايه؟ الكورتكس العاديه على فكره 2 مللي او 3 مللي بالكثير قوي. Then this cortex is سنتي او 2 سنتي مثلا. And you don't see any sulcus على البرين and you see only the sylvian fissure. Then this is lysine cephaly by CT and see the sylvian fissure, no sulci and very thick cortex. This is lysine cephaly. في بعض الأحيان بتبقى الحكاية مش كومبليت وتلاقي لك مثلا جايروس سالكس أو اثنين أو ثلاثة على surface of the brain. فده برضو ما يمنعكش إنك أنت تسمي ده هو lysine cephaly. لكن بعض الناس بيقول لك لما يكون السركس كبير وتخين، يعني الكورتيكال سنساي الجايروس عريض كده وتخين جدا كده، and this is باكي جايرا. ففي مرحله متوسطه ما بين اللايسين كيفالي وما بين الباكي جايرا، هي اللي بتفصل الاثنين من بعض. other associations مع اللايسين كيفالي ان الكوربس كالوزم يكون هايبوبلاستيك، ان البرين ستيم برضو يكون هايبوبلاستيك، ان يكون في قرايبه بقى اللي هم الهيتيروتوبيز اللي احنا قلنا عليهم وهنقول لسه. دي المرحله المتوسطه اللي هي ما بين اللايسين كيفالي والباكي جاير. على السيرفس اوف ذا برين يو سي جايراي، ولكن الجايروس الواحد كبير جدا وتخين جدا. Then you may say that this is a mild form of lysine cephaly او تقول that this is a severe form of باكي جاير. Then this is the normal appearance of the sulci and the gyri on the surface of the brain. And whenever the sulcus is broad and is very thick, the cortex, زي ما احنا قلنا 2-3 ملي بالكتير، لكن دوت اكتر من سنتي. And you may say that this is باكي جايرا او mild form of lysine cephaly. Then باكي جايرا او مفيش جايراي خالص اللي هو lysine cephaly اسمه ايه جايرا، او باكي جايرا يعني سيرفس ممسوح بس في حتتين ثلاثه. And you got marked thickening of the surface. إذا عندك MR بيعمل surface reconstruction ممكن تعمل الصور ديت and you see the thickness and the broadening of the of the gyra. Then في بعض الأحيان المجموعة من الكورتيكال سيلز بتقف في نص البرين وبالتالي تعمل كورة كده هوت of cortex within the white matter. دوت اسمه focal heterotopy. يبقى الاولاني اسمه باند لما كتير قوي راح على الكورتكس وكتير قوي استنى في النص، والتاني اسمه فوكال لما كوره واحده بس وقفت في وسط الوايت ماتر، والتالت اسمه سب ايفن دايمر لما كور كتيره ان ذا وول اوف ذا فنتريكل اللي هم عباره عن الكورتكس اللي ما عرفتش او الجري ماتر اللي ما عرفتش توصل لحد بره. Then if you look at the specimen كل النوديولز ديت عباره عن بروزات جوه الفنتريكل اليومن ريبريزنتنج الجماعه دول اللي هم بروترودنج انسايد ذا اليومن اوف ذا فنتريكل اللي احنا بنسميها سب ايفن دايمن هيتيروتوب. طبعا يفهم ان الحاجات ديت لازم تكون شبه الكورتكس في كل السيكونسز، في التي 1 تبقى شبهها وفي تي 2 تبقى شبهها، ولو حقنت صبغه ما ترضاش تاخد صبغه لان ذيس از ذا نورمال كورتكس ان ابنورمال لوكيشن. عشان كده يقول لك ده دايما بيشبه قوي الجماعه بتوع التيوبرس سكليروز، لكن التيوبرس سكليروز الليجنز ما بتكونش شبه الكورتكس وبتاخد سبب. And this is sub ايفن دايمن هيتيروتوبيا كور شبه الكورتكس in the T1 and in the T2، ولو حقنت صبغه ما ترضاش تاخد صبغه. في حين بقى التيوبرس سكليروز الكور بتاخد صبغه وساعات يكون فيها كالسيوم، والكالسيوم بتشاف كويس في الجريدينت زي كده اهوت، في حين ان الهيتيروتوبيا لا، ان يو سي كور ان ذا وول اوف ذا فنتريكل لا زي الكورتكس في التي 1 والتي 2، ولو حقنت صبغه ما تتسبخش وما عندهاش كالسيوم. ذا فوكال هيتيروتوبيا عباره عن جزء من السيلز وقف وزين ذا وايت ماتر وهو نفس السيجنال بتاعت الكورتكس، هنا زي هنا في التي 1 وفي التي 2 وفي الفلير وفي كله، ولو حقنت صبغه ما يقدرش ياخد صبغه.
يبقى المايجريشن عبارة عن ثلاث حاجات اللي هو كلهم تحت الهيتيروتوبي، يا إما يكون باند، يا إما يكون فوكال، يا إما يكون سب إبندايل. آخر حاجة بقى اللي هو الأورجانيزيشن، السيلز مايجريتد وكل حاجة وصلت هنا بس ما ترتبتش كويس، فعملت واحد من اتنين، بولي مايكرو جايرا يعني الجايراي الحجمها الطبيعي ده، في الباكي جايرا كل واحد قد كده، في البوني مايكرو جايرا نملم بقى حاجات كتير جدا جدا جدا، او تشايزنج كيفن. نمسك الاول البوني مايكرو جايرا، وده معناها ان عندك تو ميني سمول جايراي، and this is a common finding around the Sylvian fish، وبتحتاج منك شويه جهد شويه عشان تشوفها، لان the para Sylvian location is very common في الحته ديت كده. If you look to the cortical sulci and the gyri في الحته دي and you compare بالناحيه الثانيه. This is the normal appearance of the sulci and the gyri. وهنا هو في 30 40 مثلا واحد صغير كده مترصصين حوالين السيلفيان فيشر. And this is poly micro gyra سبب وجيه جدا 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 للإبليبس. Then you can see it in the gross specimen طبعا أفضل بكتير قوي من الـ MR، لكن إذا أنت حطت الموضوع ده في دماغك you will discover. وعندنا طبعا قاعدة في الأشعة بيقول لك أنت بتشوف اللي أنت عارفه وما بتشوفش اللي أنت مش عارفه، وبالتالي إذا أنت بتدور على حاجة صح طبعا، إذا أنت بتدور على حاجة لازم هتلاقيها، لكن لما أنت بتلوش بقى ورايح جاي على الفلوس في وسط ال 20 فيلم وأنت مش عارف أنت بتدور على إيه، خلاص مش هتشوف حاجة. Then if you look carefully in out في الحتة دي then you see too many small gyri اللي هم لونهم رصاصي دول، and in out برضو you see too many small gyri around this particular area. ولو انت بصيت في الحتة ديت هتلاقي برضو في هنا كمية gyri اللي هي الكورتكس ديت compared للناحية التانية، and this is what we call bony micro gyri. الشاذ الكفلي معناها حفرة على surface of the brain، في ديفكت هنا اول كده على سيرفيس اوف ذا برين، بس عشان يكون شايزن كيفلي لازم يكون لايند باي كورتكس، يعني يكون متبطل بالكورتكس. فعندنا نوعين من الشايزن كيفلي، واحد متوصل بالفنتريكل اسمه اوبن ليب، والتاني مش متوصل بالفنتريكل اسمه كلوز ليب شايزن كيفلي. يبقى لو كان فاتح على الفنتريكل يبقى اسمه اوبن ليب، لو كان قافل من الفنتريكل مش متوصل بيه يبقى اسمه كلوز ليب. في جميع الاحيان الممر دوت لازم يكون متبطن بالكورتكس سواء كان كلوزد او ايه او اوبن ليب. الشايزن كيفلي كان بي باي لاترال، وممكن الاثنين يكونوا اوبن ليب وممكن واحد يكون اوبن والثاني يكون كلوزد وهكذا. Then you see هنا اهوت and this is open lip شايزن كيفلي على ناحيه وكلوزد ليب شايزن كيفلي على الناحيه الثانيه. But you should know that the cortex لازم تكون ماشيه على جدار الايه الكليفت نفسه. وفي جميع الحالات تقريبا اللي فيها كلوزد ليب بيكون الفنتريكل عامل بوز كده اللي هو بيسموه فنتريكولار دايفرتيكولم، اللي لو فتح هيفتح في الحته دي. يعني دي بتبقى علامه لو انت لقيت خط اسود كده ماشي جوه في وسط البرين وانت مش عارف سببه، ولقيت الفنتريكل مبقلل كده في الحته دي بتعرف ان دوت ايه كلوزد ليب شايزن كده. Then if you look here and you see a band، ادي مثلا حاجه ماشيه اهي جوه البرين بس متبطنه بالكورتكس من فوق ومن تحت. And this is cleft, اللي هو the closed lip shizing cavern. هنا هو bilateral طبعا مش متشاف كويس بالCT، متشاف حلو قوي بالMR. And this is the defect and you see the cortex حواليه. And this is the defect and you see cortex حواليه. And this is type 1 اللي هو the closed lip. And this is open lip shizing cavern اللي هو هليله كبيره قوي of CSF فاتحه directly على الventricle. لما كان بيطلع الكلام دوت كان بيقول لك differential diagnosis is bronchiectasis. bronchiectasis عباره عن cyst in the brain بقى communicating مع الventricle، ماليش دعوه بالكورتكس اصلا. البرونكيفالي مهما كبر لازم الكورتكس تبقى موجود. Then this is the differential diagnosis and in this case you don't see the cortex، بل بالعكس الكورتكس is lining the borders of the schizencephalic defect، في حين هنا مفيش كورتكس خالص بتلاين البرونكيفالي. And this is لو برضو عندك MRI بيعمل surface reconstruction هتشوف الحفرة دي bilateral open lip shizing carefully، واحد صغير على الشمال lined by cortex، واحد كبير شوية على اليمين lined also by cortex. And this is bilateral، ده الوطوات بقى اللي هو بيجي كتير قوي في الامتحانات، bilateral open lip shizing carefully على الناحيتين. Then في الاخر خالص التقسيمة بتقول انك انت عندك حاجات disorders of
proliferation, disorders of migration, and disorders of organization. البروليفريشن بيعمل هيميميجالينكيفالي وبيعمل فوكال او ديفيوز، بيعمل كورتيكال ديسبليزيا. بعض الناس بتحط تيوبرس سكليروزس هنا ولانهم مش عارفين اصلا سببه، والجانجليو جلايوما والديس امبريوبلاستيك نيورو ابيثيليال تيومر. المايجريشن بيعمل اربع حاجات اللي هم سبب الدايمال هيتيروتوبيا، فوكال هيتيروتوبيا، باند هيتيروتوبيا، واللايسينكيفالي. الاورجانيزيشن بيعمل بوني مايكرو جايرا وبيعمل شايزينكيفالي. انا زمان كنت مقسمهم بطريقه احسن من كده شويه اللي هي تقدر تفتكر بيها، انك انت عندك ثلاثه جايرا الابنورماليتيز اللي هم اي جايرا يعني لايسينكيفالي، باكي جايرا يعني جايراي تخينه، بوني مايكرو جايرا يعني جايراي صغيره، وبعدين ثلاثه هيتيروتوبيا اللي هم سابربن دايمال والفوكال والباند، وبعدين ثلاثه ما لهمش تقسيمه اللي هم الهيمي ميجانين كيفالي وشايزين كيفالي والكورتيكال ديسبليزيا، وانت اختار اللي عليك.